إذن مشاريع جد مهمة من صحة ديال القرب للمواطنين، كتهم الصحة ديال المواطنين، ثلاثة اللي تفتحوا اليوم في أكادير، وكذلك السيد الوزير عطى انطلاقة 29 آخرين في الجهة اللي هي موجودة واللي هي كتشوفوا بأنهم من صحة اللي فيهم الأطباء، فيهم الممرضين، فيهم معدات باش نقربوا الصحة من المواطن للتوجيه ديالو، يعني عبر الإمكانيات الكبرى اللي موجودة من بعد في المنطقة. المدينة يعني الجهة تقريبا وصل ل 100 مصحة من هذا يعني النوع الجديد اللي كيخلي أن العلاقة تخيّر مع المواطن وتعطاه الإمكانيات، وهذا الشيء كله داخل في إطار تنزيل الورش الاجتماعي كما بغى صاحب الجلالة الله ينصره، واللي كنحاولوا ننزلوه بكل شفافية وأنها مناسبة. كذلك باش نتواجدوا هذا البارك اللي احنا موجودين فيه اللي هو داخل يعني في البرنامج الورش الملكي ديال إصلاح ديال مدينة أكادير، واللي هو قريب للمواطنين، قريب العدد ديال السكنة، واللي كتعرفوا بأنه عدد كثير من البارك اللي تفتحوا اليوم، والمساحات الخضراء هي جد موجودة. وشفتوا البارح الحمد لله أنه يعني لو بري ديال شنغهاي للتنمية المستدامة تعطى لواحد العدد المدن اللي هي عالمية، وتعطى الأكادير كذلك. علاش؟ لأنه كاين مساحة خضراء، كاين لي بارك فين يقدروا الناس يتمشاو، وهذا الشيء كله كيتعمل ب الإمكانيات ديال الماء، ديال إعادة لي زو تخيتي باش ما يمشيش الماء هباء منطورا. وكذلك أنه كاين مدينة الضوات وتحسنات، ورغم أنه هذا المجهود اللي تعمل ديال الضوء اللي هو كبير، انه يعني القله ديال يعني ليكونومي الاقتصاد يعني في الكهرباء، انه كاين هذا الشيء كلها امكانيات ملاعب القرب، كل شيء باش يكون لصالح المواطن، للقرب المواطن. فلهذا أكادير لها هذه الجائزه، وهذا كيرجع بالفضل ديالو لصاحب الجلاله، لانه هو مول صاحب هذا المشروع ديال الورش الملكي اللي خلى المدينه انه الوجه ديالها يتغير. وشكرا لكم.